وننتقل كذلك إلى العرس الكبير. إخوان كأنه شيء ما احتاج مكينة، والعالم روع، المواطنين المساكنين كلهم فرحانين بالمبادرة ديال سيدنا الله ينصروا مع الدولة الأمريكية الصديقة اللي خرجت من الروندا ديالها ونصفت المغرب وطاتوا حقه 45 عام ونحن نعاني من هذا المشكل. اليوم جات فرصة خصنا نستثمروا أيها الإخوان. وكذلك مسيو طام اللي عمل مبادرة ورفقة بالمرسوم، ماشي كلام في التلفزيون، مرسوم باش يوثق، ثم خريطة محددة، ثم الاستثمار داخل الوحدة الترابية، الاستثمار بالمواكبة الاستثمار، ثم السفارة. وما أدراك ما السفارة أيها الإخوان؟ اللي مواطن وعنده الوطنية في الدم ديالو راه شعر بهذا الشيء، واللي عنده زي النقص الله يهديه تعرف حقيقة هذه الأشياء. ثم كذلك أيها الإخوان والأخوات نتكلم، يمكن تلتزم بالتعقيب على جواب السيد الوزير. نعم سيدي، صريحات قضية الصحراء المغربية قضية وطنية لا يمكن أن يزايد فيها أحدنا على الآخر. اش كتقول هذه؟ اليوم اسمح لي، اليوم أيها